يا خالق الكون من العدم في سبع أيام ارزقني حمدك في الألم قويني على الأيام. سلم لي حالي في دنيتي وانت اللي أعلم بي، لو قلبي تاهت خطوته لسكتك تهدي. أنا أوتي من نعمتك ونمت على فرشك، ومنايا يوم الحساب تدلني بعرشك. بدعيلك يا رب بقدرتك على نفسي تنصرني، وعليك تكالي برحمتك لو تهت نورني. يا رب وانت القوي وانت اللي بينا حليم، وانت الحكيم رحمتك ولا زيك انت كريم. بدعيلك يا رب بقدرتك على نفسي تنصرني، وعليك تكالي برحمتك لو تهت نورني. يا رب وانت القوي وانت اللي بينا حليم، وانت الحكيم رحمتك ولا زيك انت كريم. في كل شدة قابلتها بلقاك قريب موجود، نور لعيني افتح لها أي طريق مسدود. غني عن سؤالي وأنا ماليش غنى عنك، ما تخليني شهداك وارزقني من عندك. بدعي لك يا رب بقدرتك على نفسي تنصرني، وعليك تكالي برحمتك لو تهت نورني. يا رب وانت القوي وانت اللي بينا حليم، وانت الحكيم رحمتك ولا زيك انت كريم. بدعيلك يا رب بقدرتك على نفسي تنصرني، وعليك تكالي برحمتك لو تهت نورني. يا رب وانت القوي وانت اللي بينا حليم، وانت الحكيم رحمتك ولا زيك انت كريم. انت طيب، انت طيب يا شباب، اهلا كريم. كل سنه وانت طيب. انت طيبين، انت طيب والاسره كلها بخير، ورمضان دايما كريم ومجمعنا. احنا سعداء انك تكون ضيفنا النهارده في اول سهره رمضانيه، وانا سعيد جدا ان اكون معاكم النهارده. وجود هشام عباس معانا شيء رائع، وبديت بالدعاء يا هشام. وهو بس مش ترحب بالضيوف الاول؟ ما انا عشان كده انا عايزه انا اسف انا دخلت على طول. احنا بنرحب طبعا بيكم معانا ايهاب صالح وهاني نبيب. ايوه، اهلا وسهلا، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. ايهاب دراعي اليمين في الاستوديو، وبيساعدني في الاستوديو وبيغني معايا في الفرقه وبيغني معايا في الاستوديو كمان. وهاني مدير اعمالي وكيبوردست ومشرف الفرقه وبيعمل حاجات كتير في حياتي برضو. هاني يعني هما الاثنين بقالهم متعدد المواهب والوظايف. هما الاثنين بقالهم معايا اكتر من 15 سنه، يعني ما شاء الله، في 20 سنه ما شاء الله. ما شاء الله، يا اهلا وسهلا. كنت بقول لك ان هو ملمح رئيسي دلوقتي عند كتير من المطربين. ايوه، انهم يغنوا ديني. انت بديتها من فتره. يعني بديتها من اسماء الله الحسنى. مظبوط. وبقت علامه دلوقتي، ما عادش حد بيتجوز بدون اسماء الله الحسنى بصوت هشام عباس. ده رضا من عند ربنا والله. ودي حاجه جميله. صحيح. يعني بنتجوز على صوتك، ربنا يعني كرمنا بيها جدا. تعتقد ايه سبب توجه المطربين دلوقتي؟ هو حس ديني، ولا لان الناس عايزه كده، ولا لان الناس زهقت من كلام الحب والعشق والولا؟ هو كل ده. هو كل اللي انت بتقوله فعلا. هو اول حاجه احس الديني ده مهم قوي، لانه الدنيا بقى فيها كوارث كتير،
ومصايب ومشاكل، والواحد بيحس ان هو يعني محتاج يلجا الى ربنا في صور كتيره، بالذات المطربين اللي هو صوته حلو لازم يتوجه لربنا ويساعد الناس ويبقى قدوه ان هو يقول كلام ودعاء ويقول حاجات كتير يساعد نفسه ويساعد الناس اللي حواليه كمان، وياخد منها كمان ياخد ثواب، وزائد انه الناس كمان فعلا زهقت كتير من كلام الحب والهجر والقسوة والحاجات دي، وبعدين بعد كده زهقنا من الـ الـ الكيد والبجاحه اللي هو انت ولا حاجه وانا أيوة هوريك وانا طبعا هطلع عينك وانا هو اللي احنا حاسينه انه بقى فيه يعني المطربين كلهم بقوا بيحبوا يغنوا في المناسبات كلها، هي زهق يعني يعني في مناسبه كده حلوه بنلاقيكم بتحبوا تشاركوا فيها، يعني طبعاً. سواء كانت حاجه وطنيه حاجه خاصه بالكوره بالزبط. انت طبعا ليك حاجات كتير في كده، بس اسمح لي وانت معانا في ليله جميله زي الليله دي برضو تشاركنا في ان احنا ندي جوائز للساده المشاهدين اللي فازوا معانا. يا سلام. في مشاهدينا في الصديقه صديقه البرنامج، هي بقت صديقه خلاص لانها فازت معانا في برنامج صوره وصوره، اسمها الاستاذه زينب محمد ابراهيم. هي فازت فازت بالحج ولا بالعمره؟ الله اكبر. هم اعلنوها هيقولوا لنا دلوقتي اعلنوها انها فازت بس فرق برضو بين العمره والحج فرق طبعا. لا عايزين احنا بس الاثنين نفس الزياره بس عايزين نقول لها الاثنين مفرحين جدا يعني. هي فازت بالحج يا حجه يعني بجد الف مبروك نقول لك مقدما يا حجه زينب محمد ابراهيم. انا لو بعرف ازغرط كنت زغرطت لك يعني. لا الزغاريط زمان شغال عندهم صحيح. هم طبعا الفائزين هيكونوا معانا الاسبوع الجاي زي النهارده، هيتسلموا الدعوات بتاعتهم وهيعلنوا الناس تشوفهم كده وهم فايزين سواء بالعمره او الحج ان شاء الله في برنامج زميلنا محمود سعد. تبقى جائزتنا النهارده، جائزه امبارح في سؤال امبارح كان في حلقه اعتراف بتاع صديقي تامر امين، واللي فاز بيها ب 10,000 جنيه مين يا جماعه؟ احنا كان عندنا اربع خمس تليفونات كده، مين؟ حدش عايز يقول لي حاجه؟ طب اقول انا؟ اللي فاز ب 10,000 جنيه هو ايمن فخري وهبه. ايمن فخري وهبه هو الفائز معانا بحلقه امبارح، هيكون معانا بكره هيتسلم جائزته. كل جايزه، جايزه النهارده هنعلنها بكره وهيستلمها بعد بكره. ومعانا دلوقتي على التليفون ايمن. ايوه استاذ ايمن الف مبروك. الله يبارك فيك. 10,000 جنيه الف مبروك. الله يبارك فيك. هتديني منهم كام يا ايمن؟ معانا الفنان هشام عباس بيقول لك هتدي له منه يعني هتدي له قد ايه منها؟ الو مساء الخير. مساء الفل. ازي حضرتك استاذ هشام؟ كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا استاذ. يعود عليك الايام بخير كده يا رب. انت منين يا ايمن؟ ايه؟ منين؟ انا من شبرا الخيمه. عندك كام سنه؟ 24 سنة. ما اتجوزتش؟ ايه؟ متجوز؟ لا. خاطب؟ لا برضه. طب حلو الفلوس دي جايه معاك. طب هتعمل ايه بالفلوس؟ هيتجوز ويخطب ويجيب شقه يعني. صحيح. ايمن. ايوه يا استاذ. هتعمل ايه بالفلوس؟ يعني كده اصب الشقه يعني. تصب يعني. انت بتبني؟ ايه؟ بتبني؟ لا لسه اصب الشقه. تصب الشقه، ربنا يوفقك. الف مبروك يا ايمن، هتكون معانا بكره ان شاء الله عشان تستلم جايزتك. شكرا ليك يا ايمن والف مبروك. جايزه النهارده بس علشان السؤال، من مكتشف مراكب الشمس؟ يا جماعه الاسم جه على لسان، هغششكم بقى انا عايزكم تفوزوا. جه على لسان دكتور زاهي حواس في سؤال مع والدكتور مصطفى كان بيوجه له السؤال، قال الاسم، قال فلان لما اكتشف لما اعلن بس وشكرا. طب خلاص. جميل هشام. عايزين نرجع بقى لكلامنا تاني معاك. كنا بنتكلم عن فكره ان المطربين دلوقتي بقوا بينغنوا اغاني مناسبات، يمكن انت برضو انا حاسه ان انت حابب يعني انت ليك برضو في كل مناسبه تقريبا اغنيه، طبعا بخلال طبعا الـ 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 الحاجات الدينيه، غنيت عن الكوره، غنيت عن الام، غنيت في اشياء كثيره مناسبات. طبعا غنيت لابني صحيح. الالبوم الاخير فعلا غنيت طول ما انت بخير. بتحس ان اغاني المناسبات بتبقى بتقربك اكتر من جمهورك، على اعتبار ان المناسبه طبعا بتبقى حاجه كلنا بنشارك فيها مع بعض طبعاً وبنحسها طبعا مهمه جدا اغاني المناسبات، والشعب بيبقى محتاج حاجه يتفاعل معاها، المناسبه يعني لرمضان، للعيد، للكوره، لدوره الالعاب.